تحت 12 السرعة تحت 220. 12 700. اللاندنج سيستم. طيب اعمل اكتيفيت للابروتش بتاعك من الكمبيوتر. ابتدي اعمل نفسي بقى. شغل اللاندنج سيستم. 6 ميل. شغل اللاندنج سيستم. ما لقاش. هو اللاندنج سيستم لايت عندك يا ابو ادم؟ اه. هيلقط دلوقتي فعلا. ظبط ارتفاعك على 10، خليه على 10 برضه. محمد احمد انا كده 6 ميل يا احمد. اعمل ايه؟ انزل السرعه؟ اعمل فلاش 2؟ استنى. جلايد سلو. وريني انت ايه وضعك. جلايد سلو، نزل اللاندنج جير، نزل فلابس 2. مش عارف كانت تنزل بسرعه ليه الطيار. نزل فلابس 3. ماشي. ظبط ارتفاعك على 10 يا محمد. اه مظبطه على 10. اللاندنج سيستم برضه ما لقطش. فاضي. ما لقطش. وريني كده. هيلقط دلوقتي انت عشان لسه على الران واي باقي 30 ميل. لسه ما لقطش. استنى كده. هيلقط. بالك يا ابو ادم الطياره دي طويله، فانت هترفع الطياره ما ترفعهاش وانت نازل. ايه الطياره دي تقيله وطويله قصدي، فانت هترفع الطياره ما ارفعهاش قوي. بص لما دوست بيها محمد دلوقتي بقى 26 ازاي؟ اعمل انت عملت اكتيفيت ابروتش من الكمبيوتر جدعان بعد اذنكم بص على اللايف بتاعي. طيب دوس على زرار الابروتش. اتفرج على اللايف. مش هدي يشتغل. طب اقفل اللاندنج سيستم. اوه استنى كده. ترتفعك كام؟ انا ثابت على ثبت على 12 عشان هو مثبت على 12 عشان انت لسه هتوصل لارتفاع 12. خليك على اللاندنج سيستم. افتح اللاندنج سيستم وخليه هيظهر. ما تقلقش ان شاء الله. لا تقلق. بص اللاندنج يا جدعان. بص اللاندنج يا جدعان. شايفين. ايه رايكم؟ بس عندك في الطياره. بص ما تقوليش دبت ولا عملت حاجه ونازله بسالي سالي انا. ها حد شاف ولا لا؟ انا لقط عندي كده يا ابو حميد اهو. شغل حد. طب تمام. مين كان متابع اللايف؟ ايه شغل. وريني كده بترتفعك كام. حد تابع؟ يا نهار اسود. لا متابعين شفنا. ايه رايك يا يحيى بجد؟ لا استنى شوية. تبدأ تنزل. النزول كان هادي وما في لا مشي نفس امس كان الاول امس لما هنق معاكم ما ادري ايش كان. لا الحمد لله كان ممتاز. انا انبسطت بالكلام الحلو ده. لا الصراحة كان ممتاز. خفيف النزول. الله يبارك لك. فرقوا علي بقى. فرحتني يا يحيى بجد. عساك دوم ان شاء الله. ربنا يبارك لك. عبالك يا رب. لسه بعيد. عبالك يا حب. مطول ان شاء الله. عبالك يا حب. بس دم. ليه ما بطلب تاكسي ما بيرضاش. ما فيش كلمة تاكسي. ما يحتاج يا ابو ادم. روح وقف على طول ما يحتاج. كبر الريشو شوية يا محمد. كبر الريشو. لا 20. اه. مين اللي اول واحد هينزل فيكم؟ محمد. طيب تمام.
انت شفت يا احمد اللايف بتاعي يا احمد؟ شفته اه، لان محمد كان فاتحه وفشناك. طب انت ايه الدنيا، ايه رايك؟ لا جميل والله، لاندنج باتر لاندنج زي الفل. وحش وحش غيرت رايك يا ابن اللذينة. لحظه لحظه، لان قلت لك حلو اللاندنج يعني، ومحمد واحمد شافه، ومحمد ماشي بس احمد ما ردش، لا ما ردش علي، واحمد رد اكثر من ردي يعني، يعني لازم اكون اغير. احمد ما ردش والله. احمد ما ردش اصلا، احمد ما سمعتش احمد بيكلم محمد. احمد قال لك اللاندنج مالك لا كان بيكلم محمد كويس ممتاز جدا، لكذي انا لازم اغير. ما يصير ما يصير اثنين نفس القرار يعني، نفس التصويت. اه لازم اعمل اختلاف، انا اكون لازم اكون مختلف. احنا ندخل الفار في الموضوع. منظر جامد يا ابو احمد. ايه؟ بقول لك المنظر تحفه. اه حلو جدا. انت لو تجيبه من الجنب كمان هيبقى احلى. ايوه. الحمد لله الرحلة تمت على خير والدنيا جميلة. يلا جهز جهز، إذا بتروح رحلة ثانية قريبة مرة لا نطلع وننزل على طول. ماشي عيني. من المطار هذا للحين أنت فيه إلى اس كي ارجي. أوكي. استنوا بقى ننزل بقى، ما تستعجلوش يا جماعة بقى، واحدة واحدة. واحنا نطلع من غيرك يا لا ترى راح نطلع، بس اللي ينزل خلاص يجهز للرحلة اللي بعدها. يلا يا ابو ادم الطياره بعد ما تعدي النقطه دي هتبدا تنزل تاني، بعد ما تعدي النقطه دي. انا احس ايوه. فين محمد؟ محمد محمد هتعمل ديسنت دلوقتي. محمد محمد وصل. محمد ايوه عندنا القرار من هذا تو هتعمل ديسنت. بعد كده ان شاء الله هيجي لك كروس ايدر. لا لسه استنى، انت دايس الابروتش ولا لا؟ لا يا راجل دوس الابروتش، انا قايل لك دوس الابروتش من زمان. ما قلتش حاجه. طيب اعمل لوكلايزر، اعمل فلابس 2. استغفر الله غير مدرج، وانا اقول ليش مش طالع طلع مش غير مدرج. نزل اللاندنج جير. استغفر. نزل اللاندنج جير. وريني بقى قد ايه على الرن واي. 10 تقريبا 9. لا لسه لسه. اتفرجوا بقى على اللاندنج بقى بهيركو دلوقتي. يوه لسه بعيد. فتحت اللايت، فتحت ال ايوه شفت المراجعه حلوه برضه. شغل ترافيك رن واي ترافيك حبيبي. انا عندي لسه 11000 اصلا. 11000 انا افتكرت الرن واي قدامك. انت بتقول لي بص على اللايف. انا افتكرت انت بتقول لي بص على اللايف. بقول لك بص على اللايف. فلابس 3 اما تيجي عند 7 بالظبط. عايزك تتفرج وتحلم. احلى ايه؟ تحلم. احلم انا عاوز احلى. قبل العيد قبل العيد يا بابا. نزل فلاب سكور. افتح اللايتس بتاعتك. اتفرج واضحك. ويضحك وانبسط. الجير عملته؟ هنزل مش هنزل الجير. ازاي؟ ازاي انت مش انت مش عاوز تنزل؟ لا انا عايز اسبقكوا على هناك. السبيد بريك انت عامله على اقل حاجة، مش عامله على النورمال. ايه؟ اسمه ده الماكس انت عامله نورمال. ايه؟ عامله على اللو. عامله على اللو ليه؟
بحبش انزل ميديوم، انا بيوقف الطياره بدري، وانا ما بيوقف الطياره بدري يعني. ممكن لو لو الران واي طويل عادي ممكن يعملوا لو يعني، مفيش مشكله. بس انا نزل على نورمال وظبط معي. ماشي. ايوه ايوه انا ومحمد الحين قريبين من بعض. ايوه يا حبيبي، خلي بالك يا محمد. ازيك يا محمد؟ حبيبي عامل ايه؟ جو الراوند يا يحيى. خلي بالك يا محمد، لان انا ما كنت نازل، ما اعرفش ده كان ويند ولا ايه. كنت ثانيه كانت الطياره داخله على يمين شويه. محمد معك البونج ماكس ولا؟ بس انا عدلتها، فصلت الاوتو بايلوت وعدلتها على طول، فاهم؟ لا لا 800 لو حصلت معك. معك الماكس صح؟ لا 800 اوكي. يعني ايه الماكس موجود عندي بس الحين 800 طالع. أوكي. والله كانت محرفه على اليمين بعيد عن الرنوي، عدلتها. اللي كنت تكلمني عنها ذيك اليوم ان كل شيء فيها واقع صح؟ ايه ابيض. اوكي. لا بس محمد طلع على الماكس مش الايد، مش لا 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 الايد تي انا طلع عليه. لا الجناح بتاعها بتاع ماكس مش بتاع 737 800. انا الطياره ما تقدرش تحرف معايا يمين يا ابو ادم. ايه ما تقدرش تنحرف مني يمين برنس. ما تقدرش، هي فعلا واخده يمين يا باشا. عيب عليك، عيب عليك. هي الحته دي اللي عدلت فيها دي، هي دي اللي انا عملتها. انا اللي عادلها اصلا، انا نازل. طيب ماشي، يبقى انا كنت بتكلم صح. ايوه اعدل بقى، تنزل سريع شويه. يا عم اللاج، اللاج ده ما هو اللاج والسرعه. طيب نزله سريعه شويه، اعمل ريفيرس. اعمل ريفيرس. بقالي كام رحله كده ما بتنزلش معايا عدل، ومش فاهم بقى في ايه. يا عم بسيطه، تتعور. لا تتعور. تتعور طبعا ان شاء الله تتعور. ليه اللاج ده؟ بيقول لك تتعور. تعور. اصبر بقى، انا هجيب لك بقى. نفسي اعرف ليه اللاج اللي حصل ده. انت فاكر مش فاتح لايف؟ انا بقى هفتح لك لايف من عندي يا يحيى، تعال لي. لا انا في عندي مشكله، انا الحين على 10000 لكن الارض تحتي مره، شلون ما ادري. ماليش فيه انا، ما بعرف. الاخ مستنيك على الران واي، بيفتح بيفتح اللايف كل الرحله ويجي عند اللاندنج ويقفله، مش عارف ليه. لا لان انت عارف ليش؟ لاني فتحت على اليوتيوب، فتحت لايف على اليوتيوب. يا جدعان انا معاكم اهو، لايف اهو، انا هجيبه لكم اهو. عايزين تاني يعني؟ انت يعني انت بتفتح للناس على اليوتيوب واحنا اصحابك ما تفتح لناش؟ لا 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 مش كده مش كده مش كده مش كده. انا مع ابو ادم في اللايف، اتفرجوا على اللايف عند ابو ادم هتلاقوا يحيى. تمام يلا يلا يحيى عشان في طيارتين مستنيين. لحظه 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 اصبر، راح افتح لك جوجل لتشوف ايش اللي صاير معاي. فين فين فين؟ بسرعه بسرعه بسرعه. بقول لك يا يحيى، بقول لك يا يحيى، في طياره داخله على الران واي، هتيجي تعمل لك قلق. ما مشكله، دخل 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 معاي، دخل معاي. ايه ده انت رايح فين؟ خلي انت رايح، انت مش نازل زينا. ادخل 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 معاي. انت بتعمل ايه؟ مش عارف مش سالفه. انت كميه الايرور اللي عندك دي الحين يا يا شوف، كان معي، شوف انا الارتفاع الحين 10000. شوف شوف الارض وين، هذه مش 10000 يا حبيبي. هو احنا كنا كده وظبطت هي اما نزل. انا ابو ادم، انا ما انا اتكلم عن هذا، لان انا مخلينا ينزل على 4000 وينزل ينزل كان قريب الارض. ضايقت بقى يا جدعان، والله العظيم ما ينفع اللاج اللي حصل ده. فين اختفى؟ محمد 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 بقى فين؟ اختفى الروت. محمد واكد يحيى. لا هو يحيى هيروح يزور محمد في الطريق قريب ان شاء الله. طيب تمام. انت واقف فين يا ابو ادم في الجيت؟ ايه؟ انت واقف الجيت بتاعك فين؟ انا ما ادانيش اصلا تاكسي.
بي بي انا بي اداني بي 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 اوكي خليش انت سيده كذا مشي كذا اوكي خليه كذا اوكي على الارتفاع هذا خلنا ندخل هنا كده مش هنبقى واقفين جنب بعض بقى. اس انا اداني تاكسي اس اه كيو مين فيكم اللي داخل على الرن واي؟ توي توي عند يحيى اوكي طب انا كانت السرعة بتاعتي مانج ازاي نازلة عالية برضه؟ مش عارف بس هو انت اسمه ده استعجلت في النزول. استعجلت في النزول ازاي؟ ما خدتهاش واحدة واحدة يعني عارف اللي هو الستيك نزلته سنة لتحت شوية. انا بقى يعني انا شفت واحد لو حد شاف معانا اللايف انا ما استعجلتش اللي هي تنزل. انا عارف عملت ايه بقى؟ نزلت سنة سنة مع السروتر بقلله كمان سنة. المطار يا شباب. نعم. ارتفاع المطار كم؟ احنا قلنا البداية 10. وانت لسه في التوب دي سنت يا محمد؟ محمد 11 دلوقتي. انا مش عاوز انها ترتفع. اوكي وين بيوديني بقى؟ طالما انا حاول اتلف يحيى تهت فوق ولا ايه؟ ولا ايه؟ بس يا بابا يقول لي تهت ولا ايه؟ بقى اللي مدينا الرول يتوح عادي سيب المود كنسل كنسل تحت هي معموله فيها كنسل كلمه الروت اللي قلت لك المطار اللي الحين انت تطلع منه من المطار اللي الحين نازل منه الى المطار اس كي ار جي اس كي ار جي ار جي اس كي ار جي اوكي اس كي ايه تاني ار جي ار كي جي 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 ايوه تمام 330 برضو رانوي هيبقى ايه بقى اختار اللي تحبه كيفك ما انا مش عارف ايه الاي ال اس هو اتنين هو اتنين بس انا اخترت 01 و36 الاقلام ماشي يا حيوان مش لهدا مش كذا ال في بتاعت المحركات الزرار بتاعت المحركات شوف كانت كلير دي لسه الغي كلير نشاط يا يحيى ها كلير كلير بتاعت الزراير بتاعت المحركات انت فاتحها خلي بالك اي اللي فاتح وش اللي فاتح كلير كلير بتاعت الزراير المفاتيح الزراير اللي جنب الكيو ان اتش انت مش فاتحه في زرار جنب كيو ان اتش مش فاتحه والكلير بتاع المحركات انت مش دايس عليه وش هي كيو ان اتش مش فاتحه هذا فوق 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 ايوه ده ايوه ده ليش مش فاتحه وفي زرار انت عامله هيدن اللي هو بتاع الارتفاع انت ما فاتحه برضه فاتحه ليه اطلع فوق اطلع فوق يا اطلع فوق عشان بيقول لك ترين اطلع فوق اطلع فوق عشان بيقول لك ترين دي يا شباب بس معايا مكالمة يا يحيى يحيى ايوه ادخل على الكمبيوتر خلني على رسمي ادخل على الكمبيوتر ال MCDU اختار المطار اللي انت رايح له اختاريته مرة ثانية الفلايت بلان
اختار مطار، اختار arrival، اختار 14LX left، اختار تاني واحدة او اول واحدة بعد النو ستار يعني. مش نو ستار دي، اختار رابع واحدة اخر واحدة. ايوه اعمل انسرت. تمام ماشي. لازم ارجع. تفتح الاوتو بايلوت. انا كنت فاتح الاوتو بايلوت الحين سكرته. سافتح الاوتو بايلوت. اعمل هيدنج. اعمل بس. هو انت دلوقتي بتحرك مانوال ولا ايه؟ لا الحين هو ماشي على الاوتو بايلوت، هو يتحرك. خلاص خليه هو يمشي، وحدد ارتفاعك خليه 10000. مش راح يرتفع، ينزل. ينزل؟ ينزل. لأن ذيك ساعة لما كنت أنا حاطنا 4000 وكان على 10000. طب اعمل 10000 واعملها مانج مانج. أوكي. من هذا يتصل؟ أوكي. لسه ينزل. اطلع هنا حق الفيول. فيول مود الفيول خلاص. ليش انا كلمتها خلاص؟ الفيول 4% لكذا التنبيهات. الفيول وريني كده الاكس فيد اللي تحت ده كم في الجناح. صح دقيقة. في الشاشة اللي في النص. 2290، 2230. هو اتعمل له اكس فيد الجناح خلاص. يقول اكس فيد اون. طيب اطلع فوق كده في الاوفر هيد بانل. في الاوفر هيد بانل فوق. ايوه بس ظبط لي سنتر لي البتاع في النص كده عشان اشوف الزرار. يعني ادي الفيو بتاع النص كده. ايوه بس فوق بقى. طيب اعمل هتلاقي في حاجة اسمها مش في الهيدروليكس في حاجة اسمها اكس فيد. دوس عليها. دوس عليها. ايوه الاكس فيد اللي تحت. ايوه دوس عليها. الحين اون. شوف كده الشاشة اللي تحت مديلك اي ايرور. والشاشة اللي هي الاي كام. يحيى الاخبار. هذه انا شفتها يا احمد على اليوتيوب. هذا يقول لي دائما اذا كان الفيول قليل ينزل تحت ما هو دلوقتي ال 10% تطلع. هو الفيول الفيول لو قليل بيقول لك الاجنحه اللي في الاخر خالص بتوزعها للي في النص. ايوه الشاشه اللي قدامك دي اللي فيها الايرور يا يحيى. دوس كلير. فين يجي كلير من كلير. عارف دوس تحت. عارف الكونفجريشن كلمه كونفجريشن زرار كونفجريشن اللي بتدوس على ايه؟ اهو الكلير متفعله. اي كلير وين انت؟ ايوه الزراير بتاعت الاي كام. بتاعت الاي كام اللي تحت اللي في النص اللي تحت الشاشتين بتوع الاي كام في الزرار المنور في النص. هذا لا مش ده اللي تحتيهم. كلير دي الغيها يا بوب. بص بقى الرساله هتلاقيها راحت. انا بقول لك حاجه غلط يا فولا. هتنزل امتى؟ ناوي تنزل ولا مش ناوي؟ وريني 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 كده يحيى فوق ام سي ديو. الام سي ديو ادخل كده على وريني كده انت رايح على الاب. مش هقدر اكمل يا يحيى. وريني النافيجيشن كده. اطلع يا فوز. وريني الخريطة. لا مش هقدر اعمل يعني ترانزيت يعني قصدي. طيب وريني تاني بقى الام سي دي يو. اعمل دايركت معاك يا يحيى. كيف ابدا؟ اعمل دايركت. دايركت اعمل دايركت الزر الاولاني. اختار تاني نقطة. هذه. واعمل دايركت تمبرري دايركت. ايوه وريني بقى كده.
لكن لح ليه؟ المطار خلص. لا ما يلف. طب ما اعمل تشيك كده يا يحيى على الرحلة على الرانوي زي ما بنعمل تشيك كده. ايوه تمام، امشي بقى واحدة واحدة. ها اوكي ها بس ايوه كده مظبوط تمام كده، هو يوديك دايركت على البتاع. اوكي صح بالظبط. الرنوي عكس. اوكي اختار السرعة، اختار السرعة 12000، نعلي السرعة 12000. الارتفاع قصدك؟ الارتفاع مش سوري مش السرعة، اعمل السرعة ملا. لا لا ما تلعبش مانش في الهيدنج والمانج، الغي الهيدنج بعد اذنك يا يحيى. راح يلتغي يلتغي، ما بيلف ما بيمشي عليه. الغي برضه. طيب اعمل 12000 مانج. شوف بقى ال الاوتو اوتو بريك. الاوتو بريك ما احبه. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ يعني ايه ازاي بينا؟ انت عامل الفلابس على كام؟ على واحد على يحيى؟ واحد على واحد. اهي طيب تمام. انت اكتفت الابروتش قبل كده من الام سي دي وخلاص؟ ايوه تمام تمام ماشي. خليك زي ما انت، ما تقلقش ما بقلقش. شوف الارتفاع تمام. عني يا جماعة سامعينك دلوقتي حبيبي. وايه اللي حصل يحيى لسه فوق في الجو؟ لا انا تحت الجو. خلاص هيا تحت الجو، مش شايفني انا تحت. ظبط ظبط ارتفاعك 10000 بقى وانزل. عشر تلاف، عشر تلاف مش اوكي تلات عشان تلاف. انا سمعتها ثلاثة. ايوه هو محمد شكله نزل. لا والله ابو ادم يا ابو دودو مش موجود. هذا أبو آدم في الجيم يبدأ ينزل على 10. شلون أبو آدم 8600؟ أبو آدم نازل. لا أبو آدم نزل، بس هو خلي بالك ده الارتفاع البار وبتاع اللي هو اللي فوق سطح اوكي اوكي البحر أو كده المطار يعني. كويس كويس جدا. بيب 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 انتبه يا محمد، بيب بيب بيب.
بيب. محمد ما يسمع، يمكن بعيد عند الأشاير الحين. الله بدي أفتح اللاندنج لايت بقطعتك. لاندنج بس. تيك أوف. تيك أوف الران واي لسه شوي. خلاص صف الران واي فتحتها بقايا. عشان ما ارجع له مره ثانيه. اوكي عشرة. يلا لقط الاي ال اس هو كويس. الحين ننزل لاربعه الجبال قدامي. لا لا خليك على عشرة، خليك على عشرة، ما تنزلش لاي حاجه تاني. جبال ما تنزلش اي حاجه تانية. يمسك على العشرة. امسك على 10. ما اخذ شباب على 10. ما اخذ شباب عشان بس معايا في مشاكل في الشغل بس. اوكي ماشي. راح تتاخر وراح تطلع خلاص. اتاخر كده. اوكي الساعه 12 بس انا مستنيك لما تنزل يعني. الساعه 12 الساعه 2 مش مش الساعه 12 عندنا يعني. عندنا 12 حبيبي. اوكي يعني راح تطلع وما بتدخل صح؟ ايه راح ترجع ولا ما راح ترجع؟ لا لا مش هرجع عشان نطلع تاني ده. ان شاء الله ان شاء الله عايز اريح شويه لان كمان في مشاكل في الشغل عندي. فاضي يا يحيى بكره؟ انا كل يوم فاضي. الله يعينك يا ابو ادم ويسر امورك. ربنا يبارك لك يا رب. شكلك كده متحول للتحقيق. ليه يا عم؟ ليه يا ابني؟ اهو ايش اللي صار؟ واحد جاي، واحد جديد دخل معانا. واحد جاي جديد هو تبع اداره تانية بس دخل معانا في النبطشه. المدير بتاعي بيكلم بيقول لي انت ايه اللي خلاك تدخله؟ ما بلغتنيش ليه؟ مش بلغتني. قلت له لا انت بلغتني اللي انا ده مش تبعنا، كتبتها في الدفتر ماليش دعوه. لا انت المسؤولين، انت كلكم متحولين تحقيق، انتوا ازاي يشتغل معاك؟ انتوا ازاي سايبينه لوحده؟ قلت له خلاص اعمل اللي انت عايزه. اعمل لك ايه يعني؟ انا كاتب في الدفتر ومش هتقدر تمسك عليا حاجه. حاجه تقرف بقى. هي بقت اسهل حاجه دلوقتي اي حد يلا تحاول. يا باشا انا هو بص بيشد. سبعة ضربة. انت مشغل التو بايلوت ليه يا يحيى؟ متو بايلوت اتغار يعني تبغاني اشغل واحد؟ لا براحتك. الكوي في الليسته اللي هي بتاعت شوفها واعمل تشيك عليها بتاعت المحركات. هي مش هو مش هيعمل الاوتو بريك عشان مش عايز ينزل اوتو بريك. ارم ارفع السبيد بريك. طيب الارم ارفع السبيد بريك والجير. انت اللي شغلت كلير تاني. انت دست على كلير تاني. لا 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 السبيد بريك مش مرفوع. السبيد بريك مش مرفوع. راح انزل حق والفلابس. لا الفلابس لسه لسه فلابس. فلابس تو لسه. فلابس تو لسه بس زبط شوية يا صح؟ هو ضبط هذه التعديلات اللي عملها احمد ضبط حتى اشوف الارتفاع. اوكي لكن خلي بالك يعني بص اي معلومه اي مشكله تظهر معاك فظ عشان تظهر معاك تاني فاهم؟ وترفع نفسك. يلا فلابس 2. متاكد انه ما راح ينضم؟ لا هيخبط. فلابس 2 فلابس 2 احمد احمد الجبل قدامه. الجبل قدامه. لا يا حبيبي مش هيخبط مش هيخبط والله. في يا جدعان فلابس 2 يمكن يمكن في قراصنه او شيء ادي فلابس 2 ناقصه ولا حاجه. بقول لك ادي فلابس 2 عملت خبره احمد خبره. بقول لك بالسنتي ده حاسبها بالسنتي. دوس الورننج دي. وفي زر على الشمال كده ظهر نور احمر ده بتاع ايه؟ هذا حق الارتفاع. اقول لك ترى تولو ترين بتدعم ما ادري ويش تحذير. ايه حكايه كلير اللي كل شويه تظهر دي؟
كل شوية تلاقيك ضغطت عليها ازاي؟ ماشي بترول هي عشان معاي. عنده مشكلة عشان الفيول، عشان الفيول بس. ما عندي بترول، شوف الفيول كم عندي. كان قبل شوي كان 4%، حاليا ما ادري 3%. يا عم عبيها وانت في الطيارة، هي مش واقعية قوي يعني. لا لا عيب عيب، ما يجوز. يا عم ما يجوز ايه، انت فكرتها علي انا عشان الرحلة تكمل معايا. انزين ابو ادم، في واحد راسل يقول لك عاوز اخش معاكم على الديسكورد. لا روح رد عليه على الديسكورد بقول لك. لا لا على اليوتيوب. على اليوتيوب ايوه، ارسل له الرابط مع القناه مع الديسكورد. اي ده القناه بتاعتك انت؟ ايوه حاضر. عاوز اخش معاكم، هذاك بلو سكوير. هذا يمكن احمد، انا شايف احمد هذا. صح يا احمد؟ هذا انت، انا شاك فيك. لا تقلق يا ولدي. اوكي اكس وريني، ادخل كده، ادخل يمين شويه. هو طيارة على الطيارة كده. كيف؟ كان بتاعتك اسمها لا ادخل في الطيارة يمين، ادخل في الطيارة يمين شويه كده، عايز اشوف حاجة. هنا يمين يمين ايوه. لا لا اطلع فوق فوق فوق، عايز اشوف الاف سي يو. الاف سي يو لا تمام خلاص تمام تمام. يقول لك هو طيار على الاكس بي 11 اكس بلين، بس ارجع تاني، ارجع تاني الفيو البايلوت، ارجع تاني الفيو بايلوت، الفيو بتاع البايلوت، ارجع تاني الفيو بتاع البايلوت. ايوه فوق تري تروح اوكي 320 300 اوكي اوكي عادي تطير على 3 7. اقول ابو ادم يطير على 777 هو 320 الايرباص 300 وبعد. روح روح ارسل له ابو ادم، ارسل له. حاضر حاضر. نزل لاندنج جير، نزل لاندنج جير يا يحيى، نزل لاندنج جير، نزل فلابس 3. قريب اول مره اعرف انه يمسك على 10. نزل نزل فلابس فول. عامر علي تعال ده جروبنا. تو رديت عليه يا ارسل. زين ارسل له، ارسل من هذا طلع، ارسل له هذاك الرابط. تو رديت عليه يا 1000 سلامات. ايش 1000؟ وين راح 1000؟ وين انت 1000؟ سلامات الحبيب. انا ضغطت عملتها. ابو ادم ارسل له الرابط، الرابط ما انا بعت له الرابط بتاع الديسكورد. ما شفته، ما طلع معي ازاي. بس انت قلت له تعال هذا جروبنا وبس، ما بعته له صدقني والله. طيب ماشي، ظهر معاك ازاي؟ رسل حرف الاي. ما فيش، ما طالع معاه، ما طالع الرابط. يبقى انت عامل حاجه لغي اللي هو انا بعت. بص بص معايا في اللايف اهو. ماشي ما طالع، هو شوف ماشي رابط ماشي. بص معايا في اللايف اهو. يلا يا ابو حميد عينك هالماني والله. ابو حميد معايا يا ابو حميد عينك هالماني والله. نعم حبيبي عينك هالماني والله بالله. معايا يا ابو حميد لازم تبعت له انت. عينك هالماني والله بالله. اوكي لازم تبعت. بسألك يا ابو ادم، الرابط يتغير حق الديسكورد كل مره ولا لا؟ لا ما بيتغيرش. اوكي لما يتغير انا حاطين الرابط على الصفحه معانا هناك في صفحه القناه. تم بالتعديل
الترافيك ده كل صبغاته 330 بس، ما بيجيبش اي ما نوع غيار اعرفش. اختبار. انت بص انا بعت له، انت تقريبا عامل حاجه اللي انت قافل لحد ما لحد يبعت رابط يعني. لا لا انا ما قافل شيء. بص انا بعت له، انت تقريبا عامل حاجه اللي انت قافل لحد ما لحد يبعت رابط يعني. انت فاتح اليوتيوب؟ لاني اسمع صوتك مره ثانيه. ايوه اغل انزين. ايوه انا فاتح اليوتيوب. انزين سكر الصوت حق اليوتيوب حاضر. عشان نسمعك من جهه واحده. طيب ببعت لي انت، عشان انا مش ببعت اللينك مش راضي يقرا معاك. ما مشكلة أنا برسلها الحين، صبر خلنا أوقف. تمام. محمد فين؟ منزلش. الترافيك ده مشكلته يا يحيى ان الطيارات كلها 330 ما بيبينلكش اي حاجه محمد غير بينزل ماني ولا ايوه شايف الناس. ظبطت بس السرعات بس بس انا يطلع معاي الاضواء محمد ال الابروتش 320 والبوينت شغل طلعوا يعني الابروتش ما شغلتش الفيو ابروتش. انا لما نزلته كراك كان بيظهر معايا 330 كله. لا انا طالعك وفي معاي كده والاي تي دي انت لغيها يا محمد، والاف دي انت لغي. اعمل يعني تشيك على الزاوية اللي اصبر قدامك. شوي اصبر لحظة شوي. الحمد لله سلامة يا الله يسلمك يا ابو ادم. صراحة أنقذنا مهندس الطائرة كابتن أحمد. لو مش لو مش موجود بالرحلة معانا المهندس كان كنا تسوحنا. أيوة يقول لي أنا وين طالع لي هنا على 10,000 الحين حتى 8,400 طلع لي على 10,000 وأنا خلاص قريب الأرض يعني مرة أشوف الأرض تحتي مرة يعني بصدم. السالفة ذا أوكي فرقوا عند المطار. المطار ده ارتفاعه عالي عن سطح ال ايوه اشوف فين يطلع. مش شغل ابروتش ليه؟ مش مفعله ليه؟ ولا مفعله؟ اه مفعله. لا ماني والله بعدم بس اني طفيت قفلتها. انت مش مفعله؟ ماني والله ماني والله يا حبيبي. اه مش سمع يا حبيبي. ابو ادم خش بطائرة ثانية، يحب يخش بطائرات، يحب يخش ما اعرف ليش. لا عندي فاضية، عندي فاضية. عندك فاضية؟ أوه. انا ما اشوفها فاضي. انا اشوفها والله معايا انا فاضي. انت تحب تخش ابو ادم. هو انت كلايم زي هو انت كلايم زي يا يحيى؟ لا 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 معلش معلش بس ظبطت برد ظبطت برد. لا لا صح 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 زي الفل ظبطت برد ظبطت. لازم نقدم شو بس خلاص ما يحتاج نشوف هذا. اتوقع انه ما راح يوصل. عاش يا مارشي. انت عارف ليه عملت كده يا محمد؟ في واحد قدامك بالظبط يا محمد نزل كان طالع معاه. اعوذ بالله. توقعت هذا بالسنتر يعني عليه إيه؟ لاني الحفه تجي في السنتر. يلا شير شير. اقفل السرعات اقفل السبيد اعمل ايه اعمل اف 1 على طول. خلاص انا بقى واقفل عشان النت عندي خلاص بيودع. الله يرحمه. ماشي الله يرحمه. ماشي يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمك. يسلم. الله يعطيكم العافية. من وين طلع هذا الرابط يا أخي؟ ما أشوفه أول كان هنا يا أخي أتوقع. أنت عامل حاجة ساعات بتحصل دي. اللي هو ما فيش حد وين؟ يحط رابط في وين خلي أنت اليوتيوب هذه أقصد القناة وين أطلع الرابط منها؟ القناة حبيبي يا حبيبي. انت قصدك الديسكورد؟ ايوه استاذنكم يا حبيبي. اه بص بص عندي في اللايف انا هوريك حاجة ثانية. ثواني يا حبيبي. كيف كيف محمد؟ هو بص يا محمد بص يا يحيى وينك انت؟ انا فاتح اهو لايف. ليش بيدخلنا على اللايف؟ اه اوكي عيد 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 وين جبته؟ اه اوكي انفايت بيبول كوبي بس كده وبعد كله بقى بس انا ما شفت طالع معايا حتى ال طب اقول لك على حاجه ثواني ثواني يا يحيى انا رايح
هبعت لك واتس هو انت خد كوبي لا لا ما تبعت، صح كده؟ ابعث لي هنا هنا هنا. هنا حاضر ايوه اشوف هذا، اضغط كوبي شوف ايش بيطلع. اوكي حاضر اوه خلاص خلاص طلعت معك؟ اتوقع انه هو هذا. شوف نفسه. لا اوكي هذا حق اوكي. باركت الجديد تقريبا. ايوه هو الجديد. يا هلا فيك يا بلو سكوير. ثواني يا شباب عشان الشغل بس. خلاص مش ثواني انت صاحب في الجروب. يلا هذا جديد معك سلم عليه. شرف هرب ابو ادم. هلا مرحبا. ازي الاخبار؟ الحمد لله تمام، شرفت الجروب. اهلا اهلا اهلا. امين وياك. واخيرا دخلت. دخلت انا. واخيرا الحمد لله على السلامة. نورت الدنيا.